بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بهذا اللقاء الجديد لنتواصل معكم أعزائي إخواني أخواتي، وخصوصا ونحن نستضيف في هذه الحلقة الجديدة من مسيرة علم مع علم من أعلام مدينتي الرباط وسلا، بل هو علم من أعلام بلدنا المغرب، الشيخ الجليل الأستاذ الفاضل سيدي محمد القشيري، شيخنا الذي أفدنا منه الكثير في العلم وفي القرآن وفي شتى العلوم، فهو منارة من منارات العلم في العدوتين، ونفع الله عز وجل به في مدن كثيرة من مملكتنا الحبيبة. شيخنا الفاضل سيدي محمد القشيري، حفظك الله وبارك في عمرك، ومرحبا بك في بيتك وفي قناتك وفي هذا المجلس الطيب المبارك. وحقيقة أنا سعدت غاية السعادة باستضافتكم لهذا البرنامج، و أشكرك جزيل الشكر لما تجشمتم من عناء الوصول إلى هذا المجلس، وهذا حقيقة من كرمكم ومن طيبكم، ونحن نعلم يعني حالتكم الصحية، نسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بفضله وشفائه وعافيته، ومع ذلك صبرتم وكابدتم حتى أجبتم هذه الدعوة. شيخي الجليل، ماذا لو بدأنا بمسيرتكم ونشأتكم؟ من هو سيدي محمد القشيري؟ أين ولد وأين ترعرع وأين نشأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الأستاذ عبد اللطيف وقناة الأنس، إنه ليشرفني أن أكون في ضيافتكم، وكذلك أن أكون من ضمن من يخاطب مشاهدي ومتتبعي هذه القناة المباركة. بارك الله فيكم. فالعبد عبيد الله الضعيف محمد بن الشاذلي بن العربي القذاني، أصلا القذاني الشاوي أصلا، والزهري انتسابا، والرباطي يعني ولادة ونشأة، والسلاوي إقامة حاليا الحمد لله. بارك الله فيك. يعني هذا هو يعني اسمي في الأصل، وهذا هو ما لدي ما أقول فيه. سيدي محمد شيخنا الفاضل، ولدتم في حي يعقوب المنصور. نعم، في حي يعقوب المنصور مدينة الرباط. مدينة الرباط، وهناك نشأتم. يعني هناك كذلك خلقت ونشأت. يعني كانت يعني قدر الله أن أولد في ذلكم الحي، وأن أنشأ كذلك في ذلك الحي، تلقيت كذلك تعليمي في ذلك الحي، وبداية مساهمتي في الدعوة إلى الله وفي التعليم الديني بذلك الحي. إذا البداية والنشأة وكذلك البداية ديال الدعوة في نعم. في حي يعقوب المنصور. نعم. بداية حفظكم للقرآن شيخنا الجليل، في الحقيقة يعني قدر الله أن أكون في عائلة مهتمة يعني بالقرآن الكريم، فيها حفاظ يعني كثيرون الحمد لله، ويعني شاء ربنا عز وجل وله الفضل والمنة أن يعني أجد نفسي أمام جدي رحمه الله، جدي يعني والد أمي، أتلقى عنه القرآن الكريم، كانت هذه البداية.
بارك الله فيك. نعم، هذه البداية مع القرآن، ومع يعني كنا كذلك نحفظ شيئا من المرشد المعين كما هي عادة المغاربة، يعني في مدارسهم وكتاتبهم العتيقة. فهذا يعني فاحنا كنا في كتاب هو طرف من مسجد بيعقوب المنصور، والمسجد كان جدي رحمه الله يعني يعلمنا يحفظنا القرآن، وعندما يأتي وقت الصلوات كان يأمنا يعني في المسجد. فهذا هو الجو الذي يعني نشأت فيه أولا. بارك الله فيكم. بالنسبة للتعليم النظامي، كنتم تجمعون بين التعليم يعني العتيق اللي فيه حفظ القرآن والمتون الشرعية، وكذلك التعليم النظامي يعني. نعم، يعني هذا هو يعني الوسط الأسري، كانت هناك قناعة في الجمع بين التعليمين، بين التعليم يعني الأصيل والتعليم ما يسمى بالتعليم الأكاديمي النظامي. فكنا يعني كنا نتردد بين الكتاب وبين المدرسة من ابتداء من المدرسة الابتدائية. ولكن يعني أصبحنا لا نجد أن نكون في المدرسة القرآنية، نجد عطل، فلم نكن نقضيها في لهو أو في لعب، بل كنا العطلة المدرسية كلها نقضيها في الكتاب نحفظ القرآن. بارك الله، فجمعتم بين نعم الحسنيين. الحمد لله. نعم. يعني بالنسبة للتعليم النظامي وصلتم إلى الجامعة يعني أستاذي الكريم؟ يعني التعليم النظامي يعني إن شاء الله أن أقضي المدرسة التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والثانوي. نعم. وبعد ذلك التحقت بالوظيفة بالإدارة. نعم. وقد قضيتم ربما في وزارة البريد يعني. نعم، يعني حوالي 30 سنة. نعم، يعني أنا العبد الضعيف تعليمي الثانوي كان تعليما تقنيا. نعم. حينما كان توجيهي من التعليم الإعدادي إلى الثانوي، كان توجيهي إلى الشعبة التقنية، وكان هذا اختياري. نعم. لقناعتي بضرورة يعني أن أحصل مع التعليم مهنة يعني لعلها تكون سببا لإعانة أسرتي التي كانت محتاجة إلى إعانة بعض أفرادها. فكنت أنا أكبر إخوتي. نعم. كنت أخا وأبا، جمعت. نعم. والحمد لله بين الأخ والأب. نعم، هكذا كذلك كنا نربى. نعم. لأن يعني الابن الأكبر يتحمل المسؤولية منذ صغره، يتحملها على الأسرة. نعم. لأنه هو بمثابة الخليفة في تلك الأسرة. نعم. وكان الإخوة وهكذا كانت كنا يعني كانت الأسر كان الإخوة يكنون يعني تقديرا خاصا لأخيهم الأكبر. الذي يعني يكون هو أكبرهم يعني يمكن له يعني التقدير الخاص، ويتبعون نصائحه ويتدخل فيهم ويوجههم ويتابعهم في دراستهم. هكذا يعني كنا كذلك. وهذا الحمد لله معروف يعني في كثير من يعني. نعم. من أسر المغربية. نعم. احنا إلى الآن يعني في الجنوب الأخ الأكبر ننادي عليه بابا. نعم. الوالد. نعم. ننادي عليه با، والأخ الأكبر ننادي عليه بابا يعني لأنه. نعم. في المقام النائب ديال الأب يعني. نعم. يكون نائبا عن الأب. ماذا لو انتقلنا معكم شيخي الفاضل إلى مرحلة طلبكم للعلم يعني. نعم. أين كانت المحطة الأولى أو المحطات الأولى لطلب شيخنا؟ المحطة الأولى بعدما قدر الله، بعدما دخلت إلى ولجت ميدان الوظيفة. نعم. وكان سني 19 سنة يعني بدأت
في طلبي العلمي بعد سني العشرين أو 21، يعني لنيل قسم من العلم في المتون في الفقه وفي العقيدة أو في علم التجويد أو في السير النبوية أو كذا. فسخر الله أن في يعني في 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 سنة يعني نسيت، وأنا أقول أنني أصلا من مواليد يعني شهر ماي 1900، يعني بالنسبة للتاريخ الميلادي 1956، يعني في 15 شوال 1375. نعم. إذن طلبكم للعلم في أواسط السبعينيات يعني. نعم، في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات أكثر. نعم. يعني الثمانينات كلها مرت حافلة يعني في طلب العلم، وخصوصا أنني كنت شغوفا يعني بالمطالعة. يعني كان طلبي العلم يعني سؤال أهل العلم والشيوخ، وحيثما سمعت حلقة يعني أو محاضرة أو كذا يعني كنت أحضرها، إضافة إلى مطالعتي كنت لا أفارق الكتاب ليلة نهار. كنت صديق الكتاب؟ كنت صديق الكتاب، وكانت لي مكتبة خاصة حافلة تجد فيها من كل فن ومن كل علم يعني زهرة. ونعم، فكنت أحوز يعني كتب الحديث الستة يعني بشروحها، يعني وكتب السيرة، وكذلك في نفس الوقت يعني كنت مهتما بإنتاجات المفكرين المعاصرين. نعم، والدعاة المعاصرين فيما يكتبونه. وهذا لهذا في وقت من الأوقات في 1986 أصبحت لي كذلك مكتبة تجارية في حي يعقوب المنصور، نظرا لانشغال هذا المهنة كنت في حاجة يعني لانشغالي بها، يعني كذلك لعلي أستفيد كذلك. لكن يعني كانت هي من ثمرات انشغالي بالكتاب وبمعرفتي بعناوين الكتب وبما جد من يعني مؤلفة. من الانتاجات والمؤلفات. نعم، فكنت صديق الكتاب يعني. نعم، كنت تدريسا وقراءة وتجارة. نعم، كنت أتمثل شطرا من بيت حفظناه مبكرا، إن غابت الأصحاب فصاحبي الكتاب. عجيب، يعني لا تفارق خير جليس وخير مؤنس. نعم، الله يحفظكم. لو تذكروا لنا شيخنا بارك الله فيكم بعض المدارس أو بعض المشايخ الذين جلست إليهم، خصوصا في العدوتين في الرباط وسلام. نعم، فعلا في قلت أن يعني فترة الثمانينات كانت مباركة على أواخر السبعينات وبداية والثمانينات، بداية الثمانينات إلى أواسطها، يعني كانت هذه مرحلة يعني حافلة. الحمد لله مباركة حافلة باكتساب العلم والمعرفة وبلقاء المشايخ، وعلى رأسهم الشيخ العلامة سيدي محمد بن شريف السحابي. كنت كثيرا ألازمه كثيرا، وكنت أرافقه إلى حيث ما حل وارتحل، ودائما السؤال له ونحن في حلنا أو ترحالنا أسأله في كثير من الأمور، سواء تعلقت بجويد أو قراءات أو لغة أو فقه أو إلى غير ذلك من الأمور. فوجدتني قد في الحقيقة أنني استفدت من فضيلته كثيرا في هذا الجانب، ومعه تعرفت على كثير من الكتب التي تزخر بها المكتبات، نظرا أني كنت قبل إنشاء مكتبتي الخاصة في بيتي استفدت من المكتبة الخاصة لشيخنا. نعم، فكانت مكتبته مفتوحة للطلبة. نعم، بالخصوص يعني في الحقيقة أنا كنت بمثابة أخي الأصغر،
أو ابنه الأكبر، يعني الحقيقة هو بمثابة الوالد حفظه الله، فلهذا كانت لي اليد الطولة يعني في قراءة كتب خزانته أو في تقليبها أو في نعم. إضافة إلى حديثنا المتبادل دائما فيما جد من المؤلفات ومن تحقيقات ومن تخريجات إلى غير ذلك من الأمور. بالنسبة لمدرسة مسجد السنة بالرباط، نعم فعلا، يعني ابتداء من السنة ربما 81 إلى 84 قضيتها، كنت طالبا في مدرسة يعني في جامع السنة بالرباط، واسمها مدرسة التكوين الديني. نعم، مدرسة التكوين الديني، وكان فيها يعني شيوخ أجلاء، يعني ذو علم ووقار وذو يعني فقه وأخلاق وآداب، يعني من جلسهم استفاد من علمهم ومن تواضعهم وأخلاقهم، مثل سيدي محمد المكي بربيش، وكان فقد كان مثالا في العلم والتعليم والصبر على بذل العلم، وكان يضيف مواد هو ليس يعني ليس من كلها في برنامج جامع السنة، هو كان يدرس المواد، كان يعطينا شيئا كنا نأخذ عنه ونتلقى عنه يعني المواريث، يشرحها لنا من المختصر للشيخ خليل، وكان يضيف إليها شيئا من شرح الألفية، وكذلك كان يفيدنا في شرح للشاطبية، وهذا في الحقيقة هو التخصص ديالو الأصلي، هو القراءات القرآنية، فكان يفيدنا في شرح يعني حرز الأماني للإمام الشاطبي. وبالنسبة للمشايخ آخرون، نعم كان هناك مشايخ، كان على رأسهم فضيلة الأستاذ الكبير العلامة سيد محمد يوسف الرئيس الحالي للمجلس العلمي الأعلى، كان يدرسنا نعم السيرة، يعني مادة السيرة النبوية، وكان فضيلة الشيخ سيد محمد الرزقي، كان يعني كنا نتلقى عنه الشرحين للألفية، شرح ابن عقيل وشرح الماكودي، ولا زلت أذكر إلى اليوم أنه كان كذلك هو وبعض الأساتذة يعني آخرين، حينما يجلس في مجلسه على الساعة السابعة لا يقومون إلا عند الساعة العاشرة، ثلاث ساعات في جلسة واحدة، في جلسة واحدة يوم السبت والأحد، يومين في الأسبوع، يعني كنت أتذكر هذه الجلسات ليوم السبت ويوم الأحد. وكان من أساتذة الأجلاء الشيخ المقرئ سيد محمد الكنتاوي، وكنت يعني وأنا أجالسه يعني في مجلسي التعليمي، أجلس مع من ضمن الطلبة، فحينما يأتي الاختبار ويريد أن فحينما يأتي دوري فأني اختبرني، كان جوابي كلما سألني قال الناظم رحمه الله، يعني وأقصد بذلك الإمام الحافظ من الجزائري، كان كل سؤال ألقاه علي إلا وأجبته يعني من أبيات مما أحفظه، يعني من الأبيات المقدمة، نعم من مقدمة الإمام ابن الجزائري. الله يبارك فيكم، فلذلك قربكم إليه يعني لمعرفته الحمد لله بذكائكم وسرعة استيعابكم، بارك الله هنا. نعم، هو على أي حال بالنسبة ذكرتم ربما الشيخ العدوي كان يدرس، الشيخ سيدي محمد العلوي كان الشيخ العدوي كان خطيبا بمسجد حكام بحي المحيط، هذا الشيخ كان كذلك كنا نأخذ عنه
نعم في اللغة العربية ربما. يعني الأجرومية، كنا نقرأ عن شرح الأجرومية. كنت مرة في أحد مجالسكم كنا ندرس معكم الأجرومية في مسجد السنة، في مسجد السنة بالقرية بسلة، نعم. فذكرتم لنا أن هذا الرجل كان يبدأ بالإعراب ثم ينتقل إلى الأخلاق، فيقول لك المبتدأ والخبر، كانت يقول لك المدرسة مربية، فيقول وأي مدرسة؟ المدرسة التي كانت في زماننا وكذا، فيذهب هكذا في الموضوع حتى ولا يرجع إلا بعد حين. يعني إن كان نعم. ذكرتم لنا أنه أن حصته لم تكن فقط حصة عربية ونحو محضة، نعم، بل كانت حصة تربية وأخلاق. كثير من المدرسين ومن الشيوخ يعني لا يريدون أن يثقلوا على جلسائهم وطلبتهم، فلا بد يذكر لنا يعني بعض الأسفار أو بعض، بمعنى كان يذاكر يعني يحدثنا يعني. فعلا كانت تمر الجلسات والحمد لله، فكنا لابد أن نستفيد علما وأن نستفيد تجربة مما يحكي لنا يعني مثلا بعض الشيوخ هكذا. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، فتمونا يعني في هذه المرحلة المتعلقة بالتلقي والأخذ عن المشايخ، وننتقل معكم في الحلقة الموالية إن شاء الله إلى مرحلة التدريس ومرحلة نفع الأمة بما آتاكم الله. أعزائي المشاهدين، نختم هذه الحلقة مع شيخنا سيدي محمد القشيري على أن نلتقي معكم في الحلقة الموالية وفي الجزء الثاني من هذه الجلسة الماتعة مع شيخنا في جهوده في الدعوة وأثره وبصمته في الدعوة إلى الله. بارك الله فيه وبارك الله في عمره ونفع به، وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم.